اهلا بحضراتكم من جديد. خليه بس في البدايه قبل ما اتكلم عن مباراه الامس واتكلم عن الصفقات المهمه والناريه اللي ابرمها النادي الاهلي، انوه تنويه مهم وهو بيتعلق بفريق النادي الاهلي للرجال المتواجد في المغرب بخصوص بطوله كاس الكؤوس. عنده مباراه كمان ساعه بالظبط، الساعه 6 مساء بتوقيت مصر، 5 بتوقيت المغرب، مع فريق فاب الكاميروني. مباراة مهمة جدا، المباراة دي كمان هتكون مذاعة على صفحة الاتحاد الافريقي لكرة اليد زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة. نتمنى لرجالة النادي الاهلي كل التوفيق في هذه البطولة المهمة، عندنا عناصر جيدة وان شاء الله يفرحوا كل جماهير النادي الاهلي. طيب ده فيما يتعلق بمباراة كرة اليد للنادي الاهلي، لكن خلينا نتكلم عن مباراة الأمس وآخر مباراة للنادي الأهلي هذا الموسم في بطولة الدوري اللي ما وفقش فيها النادي الأهلي بخصوص البطولة نفسها، لكن في كل الأحوال مباراة امبارح كان فيها بعض المكاسب المهمة بخصوص عودة بعض اللاعبين، بخصوص يعني تواجد عدد من العناصر الغائبة لفترات طويلة حتى لو لمجرد تواجدهم في القائمة. ده أمر مهم جدا جدا. الأهلي قدر أنه هو يفوز بنتيجة 2-1 بعد ما كان متأخر بنتيجة 1-0. من ضمن المكاسب كمان محمد شريف حسم خلاص لقب هداف الدوري بشكل نهائي ب 21 هدف. يعني بقى لنا فتره كبيره قوي ما نسمعش في الدوري المصري ان في لعيب جاب حاجه و20 هدف، فدي حاجه تحسب محمد شريف وحاجه مميزه جدا. وفي كل الاحوال في كل الاحوال بطوله انت ما كنتش موفق فيها، لكن انت بتبني على اللي عندك. الاهلي ما بيهدمش فرقه ويبني فرقه من الاول وجديد، الاهلي بيبني على اللي موجودين عنده وبيقوي فرقته بشكل مميز جدا. دي لقطات من مباراه امبارح، ويعني كان في بعض طبعا الاخطاء، لعيبه بتلعب لاول مره مع بعض فكان ده امر طبيعي جدا جدا. اول مباراه لمصطفى شوبير في تاريخه مع النادي الاهلي في بطوله الدوري، لعب قبل كده ماتش في كاس مصر، ادى بشكل جيد بما انه حارس ناشئ، لكن واضح ان هو عنده يعني امكانيات جيده. انسجام ما كانش موجود طبيعي لان تشكيله اول مره تلعب مع بعض، لكن كان المهم دايما ان انت حتى لو المباراة بالنسبة لك تحصيل حاصل، المهم ان انت تخرج بالثلاث نقاط او بالفوز بمعنى اصح، يعني لان هي دي سمة اساسية عند النادي الاهلي. لو ماتش ودي ما بتحبش تخسر او حتى تتعادل. تصرف ممتاز من صلاح محسن كمان في الهدف ده. ففي كل الاحوال يعني مبروك الفوز بالامس، والاهلي هيبني على ايجابياته اللي موجودة من خلال موسم الدوري ده علشان باذن الله باذن الله يرجع البطولة السنة الجاية للجزيرة. لكن بصراحة عجبني جدا جدا المجهود الكبير اللي قايم به مسؤولي النادي الأهلي بخصوص التعاقدات والصفقات المميزة جدا جدا جدا. ماشيين بشكل كويس في الملف ده بسيستم معروف عن النادي الأهلي، هو سيستم انت بتبقى عارف الصفقة جت خلاص بيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال النادي والقناة بتاعة النادي ومن خلال مدير التعاقدات. ما اعتقدش ان في مدير تعاقدات معروف في اي نادي تاني غير امير توفيق بصراحه، يعني هو يستحق الراجل ده، امر مميز جدا جدا. اختصاصه شغال فيه ماشي فيه بشكل كويس، بيتعلم بطريقه شيك بشكل مميز بيليق بالنادي الاهلي بيليق باللعيبه الجديده اللي جت. حتى الان وانا بتكلم مع حضراتكم النادي الاهلي اعلن عن 4 صفقات كلها احسن من بعض في مراكز، خلي بالك بقى في مراكز محتاجها النادي الاهلي، لان البعض بيحاول يصور لك ايه يقول لك اصل الاهلي بيتعاقد مع اللعيبه دي عشان ينسي جمهوره ان هو يعني ما كانش موفق في بطوله الدوري. الاهلي وفي عز ما بياخد الدوري سنوات متتاليه بيتعاقد مع لاعبين، الاهلي اهدافه ابعد من كده. الدوري من ضمن الاهداف، لكن في اهداف مهمه جدا تتمثل في انك دايما تحاول تحقق المطلوب في دوري ابطال افريقيا، وهو يا سلام يبقى الفوز بالبطوله زي ما خدناها اخر سنتين، ليه ما ناخدهاش السنه الثالثه؟ المشاركه في كاس العالم للانديه بشكل مميز، وعندنا طموح كبير في البطوله دي، وحققنا المركز الثالث مرتين، الميداليه البرونزيه مرتين، فنفسنا ان احنا نوصل للمباراه النهائيه، فده حلم من احلام النادي الاهلي، مسؤوليه جماهيره ومنظومه كلها، فبتشتغل على الحلم ده، تشتغل على الهدف ده. فابدا ابدا ما تربطش ما بين اصل الاهلي بيجيب كمان لعيبه هو مش محتاجها ولمجرد ان هو بيجيب عدد وخلاص. فين هو العدد؟ انت لحد دلوقتي 4 لعيبه جبتهم، لعيبه مميزه وتضيف لك في كل المراكز. تعال نتكلم عن لاعب لاعب، نبتدي باول صفقه كان مين؟ كريم فؤاد. كريم فؤاد الاهلي كان يعني حسم كل الامور بشكل مبكر
مع مسؤولي فريق النجوم اللي بيمتلك عقد اللاعب او اللي كان بيمتلك عقد اللاعب، واللاعب كان معار لانبي وادى موسم ممتاز مع انبي او موسمين تحديدا. فبالتالي تفاوضت واشتغلت في الصفقه بشكل كويس، ووصلت لارقام معقوله ومناسبه جدا بتتعلق بامكانيات اللاعب وبطلباتك انت كجانب فني. فنجحت في الملف ده بشكل كويس جدا. لاعب صغير زي ما حضرتكم شايفين كده على الشاشه، كريم فؤاد، عنده 22 سنه، لسه لاعب ناشئ او يعتبر لاعب يعني شاب مميز جدا. كان موجود مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو، خد دقايق قليله، لكن الميزه عند كريم فؤاد ان هو جوكر. وهتلاحظ معايا واحنا بنتكلم على صفقات واحد واحد كده، هتلاقي ان كل لعيب من اللي جبناهم بيلعب في اكتر من مركز، ودي المرونه اللي دايما بيبقى محتاجها اي مدير فني، وبيبقى دايما محتاجها مستر بيتسو موسيماني. في بعض المميزات في بعض اللاعبين هقول لكم عليها، واللي كان بيفكر فيها دايما موسيماني بصراحه. فهتيجي كريم فؤاد 22 سنه، المراكز ايه؟ ظهير ايسر بكفاءه كبيره جدا، ظهير ايمن بنفس الكفاءه بالمناسبه، بيلعب رجله الاثنين، فدي ميزه كبيره قوي قوي عند كريم فؤاد. فبالتالي يريحك شويه كده بلغه الكوره، لو لاعب غايب ناحيه اليمين هتلاقيه موجود، لو لاعب غايب ناحيه الشمال هتلاقيه موجود بالتحديد في مركز الباكات يعني. اما كمان من ضمن المراكز اللي بيلعب فيها جناح ايسر، بيأدي فيه ايضا بشكل مميز. فبالتالي نتمنى له يا رب كل التوفيق. تاني صفقه كانت مين؟ تاني صفقه كان لويس ميكيسون، اللاعب الموزمبيقي اللي بقى مشهور بالنسبه لنا قوي من ساعه مباراه سيمبا الاولانيه في دور المجموعات هناك في تنزانيا، واللي احرز هدف الفوز على النادي الاهلي في هذه المباراه. مش بس الهدف، كمان اللاعب عمل ماتش كبير قوي، يعني مهارات ممتازه، سرعات مفيش احسن من كده بصراحه. فصفقه مميزه جدا جدا في مكان انت محتاج فيه لعيبه. مش معنى احنا بنقول ان انت المكان ده محتاج فيه لعيبه يبقى اللعيبه اللي عندك مستوى قليل، لا طبعا، انت محتاج دايما يبقى عندك كذا لاعب بنفس الكفاءه عشان يبقى عندك خيارات عديده تقدر تشتغل بيها وتقدر تحقق بيها اهدافك. دي سمات الفرق الكبيره. ممكن البعض ما يفهمش الحاجات اللي زي دي، او ما يكونش بيفكر في الحاجات اللي زي دي، لكن في النادي الاهلي لا، هم عارفين بيشتغلوا ازاي، عارفين السيستم اللي بيمشوا بيه على طول بخصوص الصفقات. فميكيسون عنده 26 سنه، مراكزه ايه بقى؟ ودي من ضمن المميزات بتاعته، جناح ايمن جناح ايسر، صانع العاب، يعني بيلعب رقم 10 بشكل مميز، مهاجم ثاني او مهاجم وهمي بيأديها برضو بشكل مميز. فتعدد في المراكز ده امر كويس جدا. ابرز الانديه اللي لعب لها، لعب صن داونز مع موسيماني في فتره من الفترات، بس ما كانش بيشارك لوقت كبير، وبعد كده راح سيمبا، تألق مع سيمبا بشكل ملفت. قبل ما اكمل الصفقات تعالوا نشوف تعليقات الجمهور في فقره 7 في بوست عن ميكيسوني، وقالوا عنه ايه بعد التعاقد معاه. اول تعليق معانا من تويتر، لاعب مختلف وماشي، يعني وجهه نظر ان هو لاعب مختلف ومميز، بيقدر يلعب وعنده قدرات سواء تتعلق بالسرعات او حتى تتعلق بالمهارات الفرديه واحد على واحد، دي ميزه مهمه جدا ممكن كان بيفتقدها الاهلي في بعض الفترات. التعليق الثاني من فيسبوك بيقول ميكيسون في الاهلي سعيد يعني بتواجد لعيب مميز زي ده في النادي الاهلي، صفقه هايله. ده من تويتر تعليق اخر، وبعد كده على فيسبوك تعليق كمان رابع من بيقول نرحب بنصر الاهلاوي الجديد. فبرضه من ضمن التعليقات على تويتر كمان جناح مهاري، ودي الجزئيه المهمه والاضافه بالنسبه للموسيماني بصراحه، الاحمر يليق بك، ده من فيسبوك ولايق عليه الاحمر طبعا، اي لعيب موجود في الاهلي فبيبقى لايق عليه التيشيرت، لان الاهلي بيبقى عارف هو بيجيب مين كويس جدا. اتمنى التوفيق له مع الاهلي، ده تعليق اخر من تويتر. ده فيما يتعلق بميكيسون، نتمنى له يا رب كل التوفيق. لكن في لاعب اخر وهو سوبر ستار بالمناسبه، اللي هو مين؟ بيرسي تاو، اللاعب الجنوب افريقي الشهير المميز جدا، واللي كان موجود لفترات طويله مع صن داونز واتمرن مع موسيماني. ودي ميزه اخرى، ان انت المدرب عندك بيجيب لاعب هو عارفه وعارف قدراته وعارف اللاعب ده هينتج له ايه، هيحقق له ايه، هيوصله للشكل اداء عامل ازاي، هينهي له الهجمات بشكل ازاي. فبالتالي انت دي ميزه، انك مش بتجيب لعيبه وخلاص، لا، انت بتنسق كل شيء مع المدير الفني، بيبقى عارف احتياجاته وبيختار معاك كمان، يقول لك اللاعب ده انا هيضيف لي مثلا جزئيه معينه انا ممكن اكون بفتقدها او حاجه. وكمان لاعب في البريمير ليج حتى لو 6 مباريات،
اتمرن هناك، كفايه انه اتمرن هناك، شارك بشكل مميز في 6 مباريات اللي قدامهم. غير كده كمان طلع اعاره في بلجيكا وكان احد ابرز نجوم الدوري البلجيكي، سواء مع اندرلخت او مع كلوب بروج البلجيكي، قدم معاهم بشكل مميز جدا وخد الدوري البلجيكي كمان وعامل شغل كبير جدا. وشفناه مع منتخب جنوب افريقيا معانا هنا في 2019 لما كسبونا، وكان اعتقد هو اللي احرز الهدف. فصفقه مهمه قوي قوي، عنده 27 سنه، صانع العاب، بيلعب جناح ايسر هتلاقيه، جناح ايمن موجود، مهاجم شغال، فبرضه من ضمن مميزاته البطولات اللي قدر ان هو يفوز بيها: الدوري الجنوب افريقي، دوري ابطال افريقيا في 2016 قدام الزمالك مع سان داونز، السوبر الافريقي فاز بيه، الدوري البلجيكي فاز بيه، وشارك كمان في كاس العالم للانديه مع موسيماني. نشوف تعليقات الجمهور عن بيرسي تاو كانت ايه. نبتدي بفيسبوك، واحد الجماهير قال له اهلا بك في نادي القرن وزعيم افريقيا الاوحد. كمان من تويتر اخترت التاريخ، اخترت الاهلي، ودي كانت جمله قالها بيرسي تاو في التقديم بتاعه بما انه صفقه جديده للنادي الاهلي. قال لك كمان من فيسبوك: صفقه تاو عظيمه، كواليتي وسن اللاعب، سن اللاعب مميز جدا او مناسب جدا جدا، عنده خبرات، نضج، وده اللي انت محتاجه دايما، اضافه قويه جدا لهجوم النادي الاهلي. كمان من تويتر قال لك الصفقه المنتظره تمت، لان طبعا تقارير كانت كتيره جدا سواء من هناك في انجلترا او من افريقيا هنا مختلف الدول، جنوب افريقيا ومصر طبعا. كمان صفقه الموسم ان شاء الله باذن الله يكون موفق. وهنا في نادي القرن: لنصنع تاريخا ومجدا جديدا مع الاهلي باذن الله تعالى. يعني نتمنى بس التوفيق للصفقات، يعني انت بتحاول على قد ما تقدر تجيب الاسماء اللي انت محتاجها واللاعيبه المميزه، لكن يبقى التوفيق ده من عند المولى عز وجل، ان شاء الله يكون حليفهم. يعني صفقه ننتظر منها ان تصنع الفارق سريعا باذن الله، باذن الله. طبعا جايب لعيب كبير كده وسوبر كده، فهيصنع الفارق بالنسبه لخط هجوم النادي الاهلي. طيب، اخر صفقه تم الاعلان عنها امبارح بالليل تقريبا الساعه 11 كانت صفقه حسام حسن، مهاجم سموحه المميز، لاعب زي ما حضراتكم شايفين كده عنده 27 سنه، بيلعب مهاجم وبيلعب جناح ايمن كمان. ناس مش واخده بالها من الجزئيه دي شويه. ابرز الانديه اللي شارك معاها او اللي لعب معاها كانت داخليه سموحه، اهلي طرابلس، وهو الهداف التاريخي لسموحه. لعيب طبعا كبير ومهاجم مهم جدا في الدوري المصري، خبرات كبيره جدا مع سموحه في الدوري المصري ومع الداخليه، وكمان شارك مع اهلي طرابلس ال6 شهور اللي فاتوا، احرز 5 اهداف وكان قرب ياخد الدوري بشكل مميز، واضافه كبيره طبعا لخط هجوم النادي الاهلي. الصفقه دي بالمناسبه تحديدا يعني كانت رايحه في اتجاه تاني، لكن شطاره الكابتن محمود الخطيب، وانا يعني قاصد اقول الجزئيه دي تحديدا، لان مش اي حد عنده محمود الخطيب، مش اي حد عنده كاريزما محمود الخطيب، مش اي حد عنده نجوميه محمود الخطيب والجانب الاداري العالي والتصرف المميز في بعض الملفات بخلاف كمان الصفقات يعني. لكن بما اننا بنتكلم على الصفقات، فهي شطاره الكابتن محمود الخطيب هي اللي خلصت الصفقه دي في وقت قصير جدا، رغم اللاعب كان في اتجاه اخر تماما، وطبعا رغبه اللاعب بالتواجد في النادي الاهلي. فدي جزئيه مهمه وصفقات كلها مميزه، يا رب نتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله باذن الله يكون اضافه مهمه وبارزه في مشوار النادي الاهلي في مختلف البطولات العديده اللي بيشارك فيها الفريق. طيب، ناس كتير بتسال هل الاهلي خلص صفقاته كده؟ كل اللي اقدر اقوله لحضراتكم ان من الوارد، من خلي بالك من كلامي، من الوارد ان يكون في صفقه او اتنين، من الوارد، بس اكتر من كده ما عنديش اي حاجه اقدر اضيفها لحضراتكم بالشكل اللي احنا بنتكلم دايما بشكل رسمي. لكن من الوارد طبيعي طبقا لاحتياجات الجهاز الفني، التشاورات اللي بتبقى موجوده مع لجنه التخطيط مع المدير الفني، الامور هتبقى ماشيه ازاي. فخلينا نترقب ونشوف ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه. انت في كل الاحوال اصلا عندك قائمه مميزه، طبعا بعض اللاعبين هيرحلوا، دي سنه الحياه وهي دي كره القدم، وبتضيف البعض الاخر، بتجدد الدماء بشكل او باخر عشان تقدر تعمل توليفه مميزه تساعدك في مختلف التحديات اللي بتشارك فيها. طيب، البعض كان بيربط ما بين حته ايه، ان الاهلي اصله فقد بطوله الدوري فلازم يجيب صفقات وبتاع. لا، كده كده كنا هنجيب، دي جزئيه مهمه لازم برضو اكد على حضراتكم فيها. لكن البعض الاخر بيسال، ناس كتير سالتنا عن موقف اللعيبه دي من التحديات القادمه، ايه اللي هيشاركوا فيه وايه اللي مش هيشاركوا فيه. نبتدي بالسوبر الافريقي اللي هو المفروض مع نهايه شهر 9،
مش هيكونوا متاحين لسبب الصفقات الجديده، مش هتكون متاحه للنادي الاهلي او لمستر بيتسو موسيماني. بسبب ايه؟ بسبب انك ما قيدتهمش في القائمه المحليه، لان باب القيد كان مقفول، لسه هيفتح يوم 30 بعد بكره. فبالتالي احنا بعتنا القائمه الافريقيه بناء على القائمه المحليه الموجوده اصلا في الاتحاد الافريقي، لان الاتحاد الافريقي او الموجوده في الاتحاد المصري، الاتحاد الافريقي كان حاطط ليميت معين للقائمه الافريقيه ان هي تتبعت اقصى ميعاد كان يوم 10 اغسطس. فبالتالي خلاص انت هتلعب باللي موجودين في قائمتك اوريدي، فمش هيبقوا موجودين في سوبر الافريقي. دور كمان ال 32 مش هيبقوا موجودين فيه، يقدروا يشاركوا في البطولات الافريقيه بدايه من شهر يناير لما يتم تقييدهم باذن الله في الفتره الثانيه. طيب البطولات اللي هيشاركوا فيها ايه؟ كاس مصر لو هيتلعب او لو هيستكمل هيبقوا موجودين في كاس مصر. السوبر المصري هيكونوا موجودين فيه اللي هو مع طلائع الجيش، موجودين فيه بشكل عادي جدا. كاس العالم للانديه هيكونوا موجودين، مفيش اي مشكله، لان قائمه كاس العالم للانديه ملهاش علاقه بالقائمه الافريقيه اطلاقا. الدوري الجديد طبيعي هيكونوا متواجدين فيه مع النادي الاهلي بعد ما يتم قيدهم رسميا. فترات القيد بالمناسبه من يوم 30 ليوم 9، دي القائمه الاولى. والقائمه الثانيه اللي بتتعلق باللعيبه الجدد بتبتدي من يوم 9 ليوم 20 سبتمبر. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق. ده كل ما يتعلق بصفقات النادي الاهلي. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا تعليق مهم، وبعد كده هنكمل فقرات الحلقه النهارده. استنوا.